الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات. قرار رئاسي بتأجيل الانتخابات إلى أجل يتعلق بسماح سلطات الاحتلال الصهيوني بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، قرار أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يأتي حرصاً على عدم استثناء القدس من العملية الانتخابية وتأكيداً على حق المقدسيين في الانتخاب والترشح. لكي نحافظ على حقنا الكامل في القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولتنا، وعلى حقنا في إجراء الانتخابات التشريعية فيها ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية. أما على الجانب المقابل فقد استبق الفلسطينيون في رام الله القرار بوقفة احتجاجية رافضة لأي إلغاء أو تأجيل للانتخابات، ومشددة على أن إجراء الانتخابات في القدس لا يحتاج إلى إذن من سلطات الاحتلال. من جهتها قالت حركة حماس إن حركة فتح ورئاسة السلطة تتحملان المسؤولية الكاملة عن قرار تعطيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدة أنه يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز بحسب بيان الحركة رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه، بينما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها قرار التأجيل، مؤكدة أن الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير للشعب الفلسطيني. دولياً أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وكذلك إحباطه من عدم رد الاحتلال على طلب إجراء الانتخابات في القدس. في المحصلة فإن القرار ربما يمثل في رأي مراقبين انتكاسة لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، قد تعيد التفاهمات بين الفصائل إلى المربع الأول.